سائل يقول ما حكم العوض يعني شخص أصاب سيارتي بضرر هل لي أن أخذ منه عوض أم أن هذا حرام قل ليس بحرام هذا حقك ومن أتلف شيئا فعليه إصلاحه وقد دلت على ذلك أدلة من أدلة عامة مثله ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لا الله مثل قصة جريج لما هدموا له صومعته قال أعيدوها كما كانت ومثل لما كسرت إحدى زوجات النبي الصحفة عمدا التي كانت في يد الخادم أخذ النبي صحفة التي ضربت واعطاها الصحفه المكسوره واعطى صاحبه الصحفه الاولى الصحفه السليمه الجيده